في خبر تاني خاص برضو بالقمح، كنا اتكلمنا فيه من كام يوم على موضوع استيراد مصر القمح ملوث بفطر الارجوت اللي بيسبب السرطان والاجهاض لدى السيدات وغيره من المشكلات الصحيه الكتير جدا. ده كان اصداؤه كبيره جدا. النائب محمد انور السادات تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لوزراء الصحة والزراعة والتموين باعتبارهم هم المعنيين بهذا الأمر علشان يتم منع الحكومة من استيراد القمح ده. هي الخبر نزل في الأهرام الزراعي، يعني ما ينفعش حد ده كذب، واخدين بالكم؟ أصل اللي طلع قال الكلام ده كذب من جوه وزارة الزراعة، فالعملية أنا مش فاهماها الحقيقة. طب قلنا له كذب، طب ما تطلع تكذب، قال لك لا ما أقدرش أكذب الأهرام. إحنا بنهزر يا جماعة؟ ما ينفعش. كمان النهارده النائبه ناديه هنري عضو اللجنه الاقتصاديه بالمجلس قدمت طلب احاطه عن استيراد صفقه القمح من فرنسا. لحد هنا وقلنا خلاص الدنيا هتتظبط وهنعيد النظر، لانه الزراعه او الحجر الزراعي كان مانع هذه الشحنه اللي فتره، وبعدين قال لا مش هتدخل ومش هيحصل وكلام، فجاه قال ايه تنزل المره دي. هي طلعت في ايه ونزلت في ايه؟ في علامه استفهام مهمه لازم حد يجاوبنا عليها. محدش هيقدر يجاوبنا الا التموين والزراعه. فوجئنا النهارده ان سفينه من السفن اللي هتنقل القمح ده اتحركت فعلا من فرنسا لمصر امبارح جايه لنا. ما احنا اصلا بقينا ملقف. انا بصراحه مش فاهمه الموضوع ده في اكتر من زاويه لهذا الامر. من ناحيه فرنسا اللي هو ما فيش غير مصر نرمي عليها اي حاجه ممكن تضر ولا تاذي المواطنين، اي حاجه فرز عاشر، مصر خلاص بقت حيطه مايله فشر. اللي عايز يرمي بواقيه او زبالته يرميها معروف مكانها فين، مش عندنا. المفروض الوزارات عندنا ما تسمحش بالكلام ده، وان سمحت تقول لنا سمحت ليه. من ناحيتنا احنا عندنا برلمان نوابه بيتقدموا ببيانات عاجله وطلبات احاطه، احنا منتظرين الردود. كل ده منتظرين ردود الحقيقه، سواء من البرلمان، من وزاره الزراعه، وزاره التموين، وزاره الصحه، بس المهم حد يطلع. اذا كنتوا مكسوفين تطلعوا في برامج تلفزيون او زعلانين او مش عايزين او ايا مكان الامر، طلعوا بيانات، بس البيانات دي تحاسبوا عليها.